ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي، والذي يهتم بكل ما يهم المرأة السعودية والعربية والخليجية. مشاهدينا كالعادة، خلونا في البداية نتعرف على عناوين حلقتنا لهذا اليوم. في سيدتي اليوم، نادي نزاهة يطلق فعالية ابدأ لتكون للحديث عن كيفية الوصول لأعلى مراتب النجاح دون التطرق للفساد. طبيبة التجميل السعودية ريهام الحيدري تتحدث لسيدتي كيف تعتنين بجمالك حسب نوع البشرة. سيدتي يسلط الضوء على قصة الكفاح الحرفية آمنة محمد. تتويج المصممات الفائزات في مسابقة وام في شهر تقدير المرأة، وسيدتي تلتقي واحدة منهن. مصممة العبايات ابتسام عبد الكريم الجين تعرض لسيدتي مجموعة تصاميمها 2016. بالإضافة مشاهدينا لهذه العناوين، عندنا فقرة عن الرؤية السعودية المستقبلية لعام 2030 مع الكاتبة والمحللة الاقتصادية ريم أسعد، اللي راح تتكلم عن هذه الرؤية في دعم المملكة العربية السعودية، وبالتأكيد دعم المرأة السعودية. مشاهدينا، بعد ما تعرفنا على العناوين بالتأكيد وهذه الفقرة، أحب أذكركم بطريقة التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وأيضا حسابنا على تويتر، وبالتأكيد يمكنكم متابعة فقراتنا في حال فاتتكم أي فقرة على اليوتيوب. مشاهدينا، بالتأكيد يمكن دائما ما يحذر الكثير من الأخصائيون من اكتساب السمنة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم في سيدتي راح نقدم لكم نصائح لخسارة الوزن، ولكن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. كيف هذا الشيء؟ خلونا نتابع من خلال التقرير التالي. لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتي أصبحت أساسية في الحياة، تشير بعض الدراسات العلمية إلى أن هذه الوسائل هي من أحد أسباب زيادة الوزن، لأنها تفتح الشهية لتناول الأطعمة بسبب الصور اللذيذة والشيقة التي تنشر على صفحاتها. نقدم لك نصائح لتحافظي على رشاقتك ولا تستسلمي أمام ما ينشر عليها. الغي كل صفحات الطعام الدسمة والمطاعم، حيث أن هذه الصفحات تروج لمنتجاتها بشكل لذيذ يجعل من الصعب مقاومة الأطعمة. البرجر والبطاطا المقلية والبيتزا والكيك والشوكولا وغيرها من الصور تجعلك تشتهين هذه الأطعمة ويدفعك لتناولها فوراً. تابعي صفحات الطعام الصحية، هناك العديد من الصفحات التي تروج للطعام الصحي والتي ننصحك باتباعها في حال كنت ترغبين بخسارة وزنك. هذه الصفحات غالبا ما تنشر صور أطعمة صحية وقليلة السعرات الحرارية، وحتى تعلمك كيفية إعدادها في المنزل. تابعي صفحات أخصائية التغذية، حيث تنشر أخصائيات التغذية صور للأطعمة التي علينا تناولها، وكما تقدم هذه الصفحات نصائح تساعد على التغلب على الوزن. تابعي هذه الصفحات لأنها تعطيك الدعم اللازم لخسارة الوزن. انشري صور الطعام الصحي الذي تتناوليه، حيث يساعدك في الحصول على الدعم اللازم من أصدقائك من أجل الاستمرار بتناول الأطعمة الصحية. ولا تنسي مشاركة صور خسارتك للوزن أيضا لتشجعي غيرك على اتباع هذه النصائح. بالتأكيد مشاهدينا، نصائح هامة جدا لكل امرأة، خاصة مع انتشار مواقع السوشيال ميديا اللي تهتم بالتغذية. مشاهدينا، بالتأكيد فقرة سيدتي راح تكون مستمرة معكم، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل،
نادي نزاهة يطلق فعالية ابدأ لتكون للحديث عن كيفية الوصول لأعلى مراتب النجاح دون التطرق للفساد. يا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. يقيم نادي نزاهة بالترتيب لفعالية كبيرة تحت مسمى ابدأ لتكون، وذلك للحديث عن كيفية الوصول لأعلى مراتب النجاح بدون التطرق لأي وسيلة من وسائل الفساد. وسيحضر الفعالية عدد من أصحاب المشاريع الناجحة، حيث سيتحدثون عن خبراتهم وتجاربهم في صناعة النجاح دون اللجوء للفساد. رح نتعرف أكثر بالتأكيد مشاهدينا على الفعالية وأهدافها مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ إبراهيم العريفي، رئيس نادي نزاهة بجامعة الفيصل. يا رسالة فيك سيد. أهلا وسهلا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، معكم إبراهيم العريفي، طالب في جامعة الفيصل سنة ثانية كلية الهندسة، وأنا رئيس نادي نزاهة في جامعة الفيصل في الرياض. يا رسالة فيك سيد إبراهيم. يعني ابدأ لتكون يمكن هذه الفعالية الكبرى اللي ينظمها نادي نزاهة، حابين نعرف المشاهدين إيش هذه الفعالية وإيش أهدافها؟ هذه الفعالية ابدأ لتكون هي بتكون في تاريخ 30 أبريل إن شاء الله يوم السبت القادم. الفعالية تهدف إلى أن نستضيف ناس ناجحين في الأعمال، رواد الأعمال أو نقدر نسميهم شباب الأعمال. ممتاز. يشاركون الناس خبرتهم ويشاركون الناس الصعوبات اللي واجهتهم في أنهم كيف بدوا حياتهم وكيف وصلوا للمرحلة اللي هم عليها الآن، في أن الناس تستضيفهم ويتكلمون عن حياتهم الخاصة. حلو. طب متى ابتدت الفكرة نفسها؟ من وين جتكم الفكرة؟ لكم كم تجهزون في فعالية ابدأ لتكون؟ فعالية ابدأ لتكون احنا اشتغلنا عليها تقريبا من شهر ونص. احنا طبعا فريق طلابي في الجامعة، نتكون من 30 شخص من بنات وشباب. قاعدين نخطط الفعالية من شهر ونص تقريبا، بحيث ان نتواصل مع الضيوف، ندور الرعاة، ندور نحاول نلقى الدعم المناسب من الناس انهم يتفاعلون معنا يعني. ممتاز. طب لقيتوا دعم من الناس ولقيتوا ناس كثير حابه تشارك بمشاريعهم الناجحه، يعني اللي ابتدت على اسس سليمه مو بخطوات يعني تؤدي للفساد؟ والله ولله الحمد، يعني احنا جميع الضيوف اللي تواصلنا معهم الحمد لله ابدوا رغبتهم واستعدادهم في الحضور، وبالعكس قالوا ان بنتعاون معكم بما انكم طلاب يعني، فاحنا حابين ندعمكم ونساعدكم. وبرضو التعاون كان من الجامعة، بحيث أنه وفرت لنا القاعة، وفرت لنا المكان، وفرت لنا جميع السبل اللي تسهل لنا أن نقدر نقيم الفعالية. ممتاز. يعني ما شاء الله عليكم، هنيكم أنكم طلاب يعني تفكرون للمستقبل بإذن الله، يعني أنكم تبنون مشاريعكم على أسس ناجحة وتعلمون الناس كيف ينجحون يعني دون اللجوء لأي يعني شيء آخر. طيب أستاذ إبراهيم، أنا حابة أعرف إيش الأهداف الرئيسية لحملة ابدأ لتكون؟ الأهداف الرئيسية هو ممكن الهدف الرئيسي اللي هو من عنوان الحملة اللي هو ابدأ لتكون. يعني إن مهما كان عندك فكرة أو موضوع معين في بالك تقدر أنك تطبقه، بحيث أنك توصل للي وصلوا عليه الناس هذه ونجحوا في أعمالهم بدون التعرض للمشاكل اللي بتصير لك. حتى الناس الناجحين تشارك مشاكلهم بحيث أن الكل يقدر يستفيد منها والكل يشاركها، وبإذن الله تتوثق ويستفيدون منها الناس الباقيين يعني اللي ما قدروا يحضرون. ممتاز. يعني هي فعالية تحفيزية نوعا ما للمشاركين فيها. أيوة. طب إيش البرامج المصاحبة لفعالية ابدأ لتكون أستاذ إبراهيم؟ هي الحملة ابدأ لتكون هي الحملة عبارة عن أن احنا بنستضيف ناس ناجحين في الأعمال حقتهم، ينشرون يعني تجاربهم السابقة للناس، كيف بدأوا وكيف قدروا يبدون، وبحيث ان حتى بنخليها نقاش مفتوح حتى الحضور اللي انا مثلا صاحب فكره عندي بزنس بلان ابغى ابدا حياتي العمليه، ممكن نستفيد منك اوجه لك سؤال. انت شخص بما انك ناجح فاكيد انك مريت بمشكله معينه مثلا، فانا ابغاك تعطيني وتوجهني. هي حمله توجيهيه تقريبا للناس، وننشر الوعي ان شاء الله ثقافه مكافحه الفساد باذن الله. طبعا هي راح تبدا يوم 30 ابريل. هي. لمدة كم راح تستمر؟ هي بتكون يوم واحد. لمدة يوم واحد. نعم. يمكن هذه دعوة عبر برنامج سيدتي للمشاهدين أنهم يشاركون في حملة ابدأ لتكون. نعم. طيب استاذي، يعني من هي الفئة المستهدفة بالتحديد في هذه الحملة؟ والله الفئة المستهدفة أختي هم فئة الشباب، وإحنا الفكرة أن بنبداها على الصعيد الجامعي لأن إحنا كلنا الشباب يعني نصف المجتمع أو أكثر من نصف المجتمع. هي. فإحنا مقبلين على أننا بنسوي أعمال في المستقبل، فإحنا نبغى نستفيد من تجارب ناس سابقيننا وناس أخبر مننا في الموضوع. وحتى احنا مستهدفين فئة معينة من الضيوف بحيث انهم ما يكونون كبار في السن، بحيث ان انا لو شفت هذا الضيف يكون فرق بينه وبينه 5 سنوات 6 سنوات انا ممكن انا اوصل اللي انت وصلت له الان، ليش لا يعني. صح.
صحيح. يعني يمكن فئة الشباب هي الدعم موجهة لهم بالتحديد. طيب الناس اللي راح تشارك يمكن خبراتهم ودورهم يعني في عمل مشاريعهم هذه الناجحة، يمكن راح يتكلمون عن عدم لجوءهم للفساد بالتحديد، حابة لو تكلمنا وتكلم المشاهدين عن هذا الموضوع بالتحديد. في هذا الموضوع عدم لجوءهم للفساد، يعني الفساد طبعا يتحمل أسس كثيرة، يعني في منا مثلا نقول فساد مالي أو فساد إداري. صحيح. فأكيد أن الأشخاص اللي نجحوا في مشاريعهم لو ما تعرضوا للفساد مالي ممكن يذكرون تعرضوا للفساد إداري. إحنا مثلا نتكلم إن شاء الله من ناحية قانونية، بنستضيف شخص قانوني يعلم الناس وش الطريق السليم والأسلم أنك تقدر تنشأ مشروعك بدون ما تتعثر أو أنك تقع في خطأ غيرك وقع فيه من قبل. طيب هي الحملة هذه بالمشاركة يمكن مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة، كيف كان الدعم من الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ الهيئة العامة لمكافحة الفساد احنا توجهنا لهم من اسبوعين تقريبا، وقابلنا الدكتور عبد القادر اللي هو نائب الرئيس، وبالعكس ابدا استعداده التام انه يحضر، وقال لو احضر بصفه شخصيه مو بصفه رسميه، لان هذا الشيء يعني شيء جميل واحنا بندعمكم باللي تبغونه باللي يفيد تحتاجون. المجتمع باذن الله ويفيد الشباب يعني. طيب الحمله هذه محصوره فقط في الرياض ام يمكن في مناطق اخرى يعني ان شاء الله ناويين تسوونها؟ هي الحمله اختي احنا يعني مستعدين، اتم الاستعداد اننا نشارك، يعني ان تكون نقطه انطلاقه للحملات ابدا لتكون في جميع الجامعات في الرياض او في السعوديه حتى. احنا مستعدين اننا نجهز ملف كامل بالمواضيع كلها، بالصعوبات اللي واجهتنا، كيف نتواصل مع الضيوف، كيف نتواصل مع المقدمين، كيفنا نقدر ننشر يعني على نسوق للفعاليه هذه، ومستعدين نشاركها مع اي جامعه في السعوديه واي جامعه في الرياض. بالعكس يعني مو محدده بجامعه الفيصل فقط، ممكن في اي جامعه تشاركون. بالعكس احنا ممكن نشاركها ونعطيهم من خبراتنا ونخليهم هم ينظمونها واحنا نساعدهم ان شاء الله. ممتاز باذن الله. طب انا حابه اعرف يعني كانت نسبه الطالبات المشاركات اكثر من الطلاب، خلينا نعرف يعني مين اللي يحب العمل بشكل كبير. قصدك اعضاء النادي؟ اعضاء النادي نسبه البنات اكبر من الشباب صراحه، اكون معكم صريح، يعني نسبه البنات كبيره عندنا، وما شاء الله يعني جميعهم يحبون الشغل ويحبون الاعمال التطوعيه كلها يعني. ممتاز. طب انا حابه اعرف يعني ايش المواضيع اللي حابين يعني تركزون عليها في اول يوم باذن الله، واكيد يمكن اذا ان شاء الله كانت هذه الفعاليه ناجحه بالتاكيد لها نجاح ان شاء الله، ايش المواضيع اللي حابين تركزون عليها في المستقبل؟ هو باذن الله الحمله مبدئيا احنا بنتكلم عن يعني ان شاء الله في المستقبل ممكن اننا نتطرق لمواضيع ثانيه، يعني غير اصحاب الاعمال ممكن حتى الموظفين. انا موظف ممكن ان اقدر انشر تجربه للناس، بدل ما نستضيف 5 اشخاص ممكن نستضيف 10 اشخاص، ممكن تكون الحمله على مدى 2 أو 3 أيام، لان هي الحمله في يوم واحد خلال 5 ساعات، فاحنا قاعدين نحاول ان نستفيد من ال5 ساعات كلها. فان شاء الله مستقبلا نقدر نوسعها على ايام اكثر وعلى نطاق أوسع. بالضبط هذه النقطة اللي حابة أتكلم فيها معك أستاذ إبراهيم، يعني أن الحملة ما شاء الله كبيرة ولكم يمكن كم أسبوع جالسين تجهزون فيها، وفي يوم واحد فقط و5 ساعات، ما تحس أن الموضوع شوي مكثف للناس اللي راح يحضرون؟ المعلومات راح تكون فيها كم هائل يمكن من معلومات للناس، هل كافية يعني في يوم واحد؟ صحيح والله أختي، شوفي هو أنه يوم واحد ما أظن أنها كافية مرة، بس بحكم أنها في الجامعة فإحنا محدودين بوقت معين، المكان اللي إحنا بنسوي فيه الحملة بيكون أو هالفعالية قد يكون محجوز او قد يكون غيره، فباذن الله مستقبلا يعني هي تجربه، يعني هذه اول مره نسويها، فباذن الله احنا طبعا مربوطين بالاترام الدراسيه، فباذن الله من الترم الجاي ان شاء الله ممكن تكون اوسع، ممكن تتسوى في جامعه ثانيه او في مكان ثاني وعلى وقت اطول باذن الله ان شاء الله باذن الله. طيب بالنسبه للاعضاء الفريق نفسهم كم عددكم؟ كم طالب وطالبه؟ ايش تخصصاتكم نفسها؟ احنا تقريبا 30 عضو في النادي ما بين بنات وعيال، البنات تقريبا 18 بنت والشباب 12، يعني احنا اكثر اي انتم اكثر لا ما شاء الله تبارك الله. تخصصاتنا ممزوجه بين كليه الاداره ولا الهندسه ولا الطب ولا حتى في كليه العلوم عندنا في الجامعه، فاحنا قاعدين نحاول يعني ننتقي اشخاص من جميع الكليات بحيث ان نستفيد منهم، من أن حتى أكيد أن أنا في الكلية مثلا عندي تفكير معين، شخص ثاني في كلية ثانية عنده تفكير آخر، فنشاركها ونستفيد منها إن شاء الله. صحيح بإذن الله. في كان في نقطة هي جامعة الفيصل اللي قلتها لي تحت الهواء، يمكن في ناس كثيرة ما تعرف جامعة الفيصل هي تدعم حملة ابدأ لتكون واللي أنتم طلاب فيها، جامعة الفيصل هذه يعني لو تقول شوي معلومات عنها لأن بعض المشاهدين ما يعرف إيش هي جامعة الفيصل. إن شاء الله. جامعة الفيصل هي جامعة تأسست في عام 2008، هي تحت مظلة مؤسسة الملك فيصل الخيرية. جامعة الفيصل صراحة يعني أنا كطالب في الجامعة يعني جدا بيئة مريحة وجدا جميلة، فالجامعة كثير ناس ما تعرف عنها طبعا بحكم أنها جديدة نوعا ما، هي جامعة خاصة في مدينة الرياض، قاعدين يفتحون فرع جديد في جدة إن شاء الله. ممتاز. إيش أبرز التخصصات اللي عندكم في الجامعة يعني؟ أبرز التخصصات عندنا كلية الطب
من أقوى كليات الطب. أنا توقعت أن خاصة فقط في إدارة الأعمال، يمكن لأن حملة إبدأ لتكون هي الداعمة لها جامعة الفيصل. لا، هي كلية الطب عندنا ما شاء الله يعني لا يعلى عليها، عندنا كلية الإدارة وعندنا كلية الهندسة وعندنا كلية العلوم، ما شاء الله كلها يعني فيها الخير والبركة. ممتاز. طيب إبراهيم، أنا حابة أعرف يعني الناس هنا عندنا في السعودية اللي تحب الأعمال وتحب تدخل مجال الأعمال نفسها كطالب في جامعة الفيصل، إيش تنصح هؤلاء الناس اللي قاعدين يمكن يشاهدون الآن ويشوفونا، سواء من السيدات أو الشباب الصغار لسه اللي يمكن عمرهم من بداية العشرينات تبدأ وجالسين يفكرون في مشاريعهم بإذن الله، إيش نصيحتك لهم؟ والله أنا نصيحتي لهم يعني صراحة أول شيء حتى أنا أنصح نفسي في هالنصيحة، لأن أنا عمري 21 سنة، فإن شاء الله المستقبل قادم إن شاء الله. النصيحة صراحة أنه يعني الواحد أحس المفروض يتعلم من أغلاط غيره، يعني لو في شخص ناجح وشارك التجربة ورضى أنه يشارك التجربة فليش ما نستفيد منه، ليش ما نتعلم منه الأغلاط اللي هو وقع فيها في بداية حياته، وش هي وش الأغلاط اللي بطأت من العمل حقه من كبر العمل حقه. فلو يشاركونا بهالنصائح يعني احنا بنستفيد، والحمد لله الآن يعني شباب الأعمال ورواد الأعمال كثير وبأعمار صغيرة، فكلهم متعاونين جدا يعني حتى احنا نتواصل مع الناس، اللي ما يقدر يحضر يقول انا ارسل لك فيديو، انا ممكن ارسل لك فيديو عن الاسئله اللي تبغاني اجاوب لك اياها. ممتاز. وننشر الثقافه هذه عند كل الناس يعني ان شاء الله باذن الله تنتشر هذه الثقافه، ثقافه العمل بالشكل الصحيح والسليم وبخطوات ثابته وصحيحه. طيب ابراهيم، يعني انا حابه اعرف كيف طريقه التواصل معكم. طريقه التواصل عندنا احنا في حسابات في تويتر وفي انستغرام في سناب شات، في عندنا رقم جوال، في عندنا ايميل خاص فينا. هذه كلها سبل التواصل. حمله ابدا لتكون في هاشتاج في تويتر باسم ابدا لتكون، او نادي نزاهه في جامعه الفيصل في تويتر، ان شاء الله يلقون الحساب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طب في النهايه حاب اعرف ايش باذن الله مشاريع نادي نزاهه المستقبليه. والله المشاريع المستقبليه عندنا كثيره، فزي ما قلت لك اختي في البدايه ان احنا محصورين بالترم الدراسي، ولكن عندنا مثلا خطه مبدئيه للترم الجاي ان شاء الله اننا بننشر بنسوي زي البازار ممكن اقول في ساحه البجيري في الرياض، نوعي الناس عن الفساد. بيكون هذا بالتعاون ان شاء الله مع الهيئه العامه لمكافحه الفساد، بيكون بالتعاون مع جميع الجامعات في السعوديه، بحيث ان كل جامعه تمسك موضوع معين، ان الفساد عندك ممكن يبدا من يوم انك صغير لين ما تتقاعد او تنهي حياتك العمليه، فممكن تتعرض للفساد بجميع انواعه زي ما قلت. فان شاء الله بنوعي الناس عن هالموضوع، وباذن الله بيكون يعني جميع الجامعات ان شاء الله تتفاعل معنا باذن الله. ان شاء الله باذن الله وتنتشر ثقافه الوعي الصحيح ضد الفساد. استاذ ابراهيم العريفي رئيس نادي نزاهه بجامعه الفيصل، شكرا لك. شكرا لكم، ما قصرتوا، واشكر استضافتكم وشكرا لاهتمامكم بهالمواضيع ان شاء الله وابراز هالموضوع. اكيد طبعا، شكرا لك، ما قصرت. مشاهدينا بالتاكيد فقرات سيدتي مستمره معكم، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. أول مرة ببرنامج طبخ مرتي، بس تشوفني رح تتفاجئ في تكنيك يا جماعة. بس يعني بنعمل له ايه؟ يا نهار أبيض. شو بدكم معنا؟ يلا ميرسي مامان. انتظروني منان العالم في مطبخ سيدتي. باي، جربوها. يلا انهي انهي منان. حياكم الله مشاهدينا من جديد. يمكن ساعات قليلة منذ بثت مقابلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد حفظه الله عن التحول الوطني ورؤية المملكة للعام 2030، وكان لها ردود فعل واسعة وسريعة في مجتمع المال والاقتصاد بعد أن لامس فيها الكثير من المواضيع التي تهم المواطنين بالمقام الأول. قراءة في ثنايا هذا اللقاء مباشرة من استوديوهاتنا في جدة مع ضيفتنا الكاتبة والمحللة الاقتصادية الأستاذة ريم أسعد. يا أهلا وسهلا فيك أستاذة ريم. أهلا فيك، مرحبا. أستاذة ريم، يعني في البداية إيش هي أبرز النقاط التي اهتم بها السعوديين بالتحديد في هذا اللقاء الذي يأتي في مرحلة مهمة للغاية؟ أولا أحب أذكر أنه هذا اللقاء كان منتظرا الحقيقة من فترة طويلة نسبيا في السنتين الأخيرة، وأهميته تكمن في إطلاق رؤية أو فيجن لإدارة الدولة من ناحية اقتصادية وبالتالي من ناحية مجتمعية. الفيجن هذه هي عنصر أساسي لاستدامة الثقة في إدارة البلاد
وهي مهمة للمواطن وللمستثمر الخارجي وللعلاقات الدولية على حد سواء. فالمواطن كان ينتظر أن يعرف كيف يبني خططه الشخصية بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات لأبنائه لأحفاده من صحيح. حيث المسكن من حيث هذه الأمور كلها. بالنسبة للمستثمر الخارجي، المستثمر الخارجي والأسواق إجمالا تحب الاستدامة، تحب التنمية والتطوير والمواصلة، وتحب أيضا الشفافية ووضوح الرؤية. وكلها عناصر اجتمعت في لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كانت جلية جدا في أسلوبه، في وضوحه، في التاتشينج أو مباشرته للنقاط اللي كنا كلنا بانتظار أن نسمع عنها إيضاحات مهمة. صحيح. فهذا بالنسبة للفيجن، أنا برأيي كانت أهم ما يميز هذا اللقاء. ممتاز. طب أستاذة ريم، يعني لو تكلمنا فيما يخص الجانب الاقتصادي، كيف تقرأين هذه التحولات للاستغناء عن تأثير مداخيل النفط السعودي بالتحديد؟ كان في اللقاء الأمير واضح بيقول إنه الاستغناء عن النفط لن يكون عملية بين يوم وليلة، وكلنا نعرف هذا طبعا، هذا شيء منطقي أكيد طبعا. سيكون وفق خطة ممنهجة واضحة المعالم وفيها تفاصيل كثيرة جدا. طبعا ما يفصل نجاح الخطة من فشلها هو آليات التنفيذ وما يصحبها من تطورات اقتصادية ومجتمعية، لأنه هي شراكة حقيقة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمواطنين على حد سواء. يعني مثلا سيتم مثلا توسيع قطاعات لم تكن مستغلة بشكل كاف سابقا، وذكر سمو الأمير تقريبا قطاع السياحة مثلا، وسيتم توسيع نشاطه بمختلف الأوجه مما سيخلق وظائف كثيرة. هذا القطاع لوحده أنا كتبت عنه مرارا كفيل بخفض نسبة البطالة بشكل ملحوظ في المجتمع، البطالة الداخلية بالتحديد. بالنسبة للبطالة أستاذ ريم، بالنسبة للبطالة أستاذ ريم، يمكن المهم تقليل نسبة البطالة من 11.6% إلى 7%، هذه النقطة بالتحديد كيف تقرأينها كمحللة اقتصادية؟ أنا أقرأها كالتالي: تخفيض نسب البطالة دائما تاريخيا كما كنا نعهد بينحط أرقام تستهدف خفض نسب البطالة من نسبة معينة إلى نسبة معينة، بينما الإجراءات المتبعة لخفض نسب البطالة كأنها إجراءات مصطنعة، بعضها كانت إجراءات regulatory أو تشريعية، لكن في الحقيقة كان عندنا آليات أفضل لخفض نسب البطالة: توسيع القطاعات الغير مستغلة بشكل كافي، تحسين الخدمات، استحداث قطاعات جديدة، الخفض من البيروقراطية التي صرح سمو الأمير بأنه عدو للبيروقراطية المثبطة الهدامة. هذه الإجراءات وهذا الأسلوب الجديد الغير معهود عندنا كفيل لوحده بخفض نسبة البطالة، بحيث أنه يكون الخفض هذا أورجانيك أو حقيقي وليس مصطنع، ليس بفعل وزارة العمل وحدها أو وزارة التجارة وحدها، وليس بفعل تقليل نسبة الوافدين أو التوطين الإجباري، لا، المسألة تأتي أيضا من عوامل أهم من هذه الإجراءات بنظري. المسألة تأتي في أطر مختلفة، وآلية التنفيذ وحسن التنفيذ والدقة في المتابعة هو الذي سيفصل نجاح المشروع من فشله. صحيح. طب أستاذة ريم، يمكن لاحظنا ارتفاع سريع في مؤشر الأسهم السعودية أثناء اللقاء، إيش هي الدلالات يعني الأخرى لارتفاع المؤشر؟ في الأسواق يسمى هذا عامل ثقة المستثمر أو الكونفيدنس بريميوم. الثقة المستثمر هذه تجي لما يكون في وضوح في الرؤية، فمثلا نعرف أنه هناك في حيكون تنشيط لقطاع الصناعة أو قطاع الصناعة العسكرية كما ذكر سموه في اللقاء، ذكر أنه حيكون في شفافية في الإنفاق العسكري وربما خفض للإنفاق العسكري لصالح الإنفاق في الصناعة العسكرية. هذا لوحده يخلق وظائف، فما احتجنا أنه نحن نلجأ لوزارة العمل لخلق وظائف، وإنما الإصلاح في هذا القطاع وحده كفيل بخلق وظائف كثيرة. هذا مجرد مثال. أيضا
الأمل في المستقبل الأفضل يستلزم التعاون، فيجب أن يعرف المواطن أنه التعليم له دور، تحسين ثقافة الفكرية له دور، القبول بالضغط على نفسه شوية يعني أيضا له دور، معرفة أنه توقعاتنا أنه حيكون في تضخم في الأسعار إجمالا هذا أيضا له دور. فأعتقد أنه هي عملية تبادلية، أعتقد أنه هي عملية تعاونية ومشتركة ما بين أطراف مختلفة. ممتاز. طب أستاذة ريم، يمكن كان في فرصة استثمارية لرفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، إيش رأيك في هذه النقطة بالتحديد أيضا؟ أيضا أعتقد أنه نرجع مرجوعنا تاني لفكرة الأرقام. الأرقام هي ما يعني تضع النقاط فوق الحروف، لا أعتقد أنه هي مسألة رأي، لا رأي ولا رأي غيري. المسألة هنا لا تحتمل الآراء الشخصية قدر ما هي مسألة إحصاءات. لو نحن عندنا نسبة بطالة معينة ونسبة عمالة معينة للسيدات، الدولة ترى بأن مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي الاقتصاد هي شيء رئيسي، وهذا تأكيد. شيء كتبت فيه أيضا مرارا وأكدت على أنه لا مفر منه، سواء تقبل المجتمع أم لم يتقبل، فالأجيال تتوالى ولا مجال أنه نكثر الجدل ونكثر الاختلافات يعني محاولة إثارة الأمور بشكل غير يعني ما له داعي. الفكرة وما فيها ببساطة أنه مشاركة المرأة في الاقتصاد وفي سوق العمل ستخلق أيضا تنشيطا وتحفيزا اقتصاديا غير مشكوك فيه. فبالتالي اليوم لو فتحنا قطاعات جديدة، مثلا خلينا نتكلم لنقطة قطاع السياحة، قطاع السياحة سيخلق وظائف جمة، منها الوظائف المحاسبية، الوظائف اللي هي support services أو اللي هي قطاعات المساندة، أقسام اللغات في الجامعات التي فتحت منذ عقود ولم يستفاد من خريجات اللغة الإنجليزية والفرنسية مثلا سوى في التدريس، الآن قد يستفاد منهم في الترجمة، في قطاع ربما الخارجية، في قطاع السياحة، الأطباء والطبيبات أيضا محتاجينهم في المناطق السياحية، ربما الأعمال القطاع التجزئة أيضا محتاجينها، الأعمال الحرفية. فهناك العديد من الوظائف بمستويات التعليم المختلفة التي يحتاج لها قطاع زي قطاع السياحة. طب تكلمنا كثير في القطاعات، وبالتأكيد قطاع السياحة اللي يمكن راح يكون له دور كبير بإذن الله في التنمية الاقتصادية في المملكة. في النهاية أستاذ ريم، يمكن الكثير من الاقتصاديين يؤمن بأن الخصخصة سترفع مستوى الكثير من الخدمات، إيش رأيك يعني في ضوابط هذه الخصخصة من وجهة رأيك؟ الخصخصة هي إحدى الوسائل التي تتبعها الدولة لما تريد تحسين كفاءة أو efficiency حقت أداء قطاع ما. أيضا بيكون فيها نسبة عالية من الشفافية، خاصة لو صاحب الخصخصة هذه إدراج في الأسواق المساهمة العامة زي أسواق الأسهم وخلافه. فاليوم لما نخصص قطاع بيكون في رقابة كبيرة، بيكون في تركيز على حسن الأداء، وإلا باختصار شديد ستنتهي الشركة أو يتغير مجلس إدارتها وما إلى ذلك. فمن المعروف أنه خصخصت بعض القطاعات أو أنشطة بعض القطاعات التي ظلت يعني حكرا على القطاع العام لفترة طويلة سيساهم بما لا شك فيه في تحسين أدائها. لكن أرجع أكرر أنه الرقابة والمحاسبة والمساءلة والشفافية هي الركائز الرئيسية اللي ستفصل ما بين فشل ونجاح التجربة. بالتأكيد طبعا راح تؤثر يعني ونرى أثر هذه التجربة في المستقبل بإذن الله. أستاذة ريم أسعد المحللة والكاتبة الاقتصادية، شكرا لك. مشاهدينا بالتأكيد فقرات سيدتي مستمرة معكم، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، سيدتي يسلط الضوء على قصة كفاح الحرفية آمنة محمد. أنت متفوقة معها،
والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. يا رسالة فيكم مشاهدينا من جديد. في خلال هذه الفقرة معنا سيدة مكافحة ليس لها شهادة علمية لتعتمد عليها، ولكن لديها عزيمة وإصرار وطموح مكنها من الاعتماد على نفسها وتحدي ظروفها القاسية، وعمل مشروع خاص بها من المنزل. راح نتعرف على قصة كفاح ونجاح السيدة آمنة محمد، ونرحب فيها معنا في الاستوديو. يا أهلا وسهلا فيك يا خالة آمنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر القائمين على البرنامج، وأشكر على من يعني أعطانا الفرصة. الله يجزاكم خير ويوفقكم إن شاء الله. الله يسلمك يا رب. خالة أم تركي، يعني في البداية أنت يمكن عانيتي كثير في حياتك، راح نتكلم عن هذه المعاناة، لكن أنا حابة نتكلم أول من هي الخالة آمنة محمد. الخالة آمنة محمد علي مصيخ. والنعم. الحمد لله، الله يحفظك إن شاء الله. طيب خالة، يعني أنت كان لك ظروف قاسية كثير تعبتي فيها وعانيتي في بداياتك. الحمد لله. كيف كانت الظروف القاسية هذه؟ ما لقيتي دعم معك؟ والله الدعم ما لقيت دعم. والهواية أنا عندي من 30 سنة وأنا هوايتي هذه، بس ما لقيت اللي يوقف معايا ويوقفني ويدعمني. يعني كل ما جيت أسويها أحس إني ما حد يستجيب معايا. لكن سبحان الله، الفضل الله سبحانه وتعالى. لما بنت تعرفت عليها جيزانية ما شاء الله، قال لها فاطمة المذيعة، جت علي مبسطة في الخيمة، ملاهي الخيمة، معي خطور وفل وكاذي هذا حق الجنوب ومخلط الشعر وحاجات اللي المنتجات اللي انت تسوينها نفسها خاله. أيوة. لا هذه الاكلات غير اللي انا دي الزينه وذي الاكلات. تسوين اكلات؟ أيوة. ومنتجات؟ ايوه اسوي اكلات واسوي الزينه واسوي اشغال يدويه برضه فوق هذا خوص النخل. ما شاء الله. ايوه. عشان خلينا نتكلم شوي عن المنتجات والاكل اللي تسوينها خاله. اسوي مهفات، اسوي للخبز كذا، اسوي يعني حاجات كثيره. ما شاء الله. طيب خالة آمنة، خلينا نتكلم عن الأشياء الجميلة اللي ريحتها ما شاء الله وصلت لنا، إن شاء الله توصل للمشاهدين بالشكل. عندك الخبز الجنوبي اللي اشتهرتي فيه. أيوة. كلمينا عنه في البداية خالة آمنة. والله في البداية هذا خبز دقيق. حط عليه خميرة وشوية زيت، يعني مو كثير. وخمرة قدر نص ساعة وأقل. وراح أخبزه في التنور، وش التنور حطب حتى يأخذ الجمر، وأخبزه في التنور سوي كذا فيه. أيوة. وهذا برضو يا بنتي الله يخليك، هذا بر ودخن. هذا غير هذا، هذا دقيق، هذا بر ودخن. برضه احط صامولي خبزه وخليها تنقع، احط عليها الطحين. يعني اطحنه وحطها خمره لين قدر ساعتين نص ساعه كذا. واسوي خبز هذا يسمى حامض. هذا على الزبادي، على الملوخيه، على الباميه، على اللحم والمرق، زي ما حبيت يعني. الله يحفظك ما شاء الله. هذا برضه ترنه من هذا. هذه العجينة حقته؟ هذا طريقة ثانية، هذه العجينة حقته. هذا طريقة ثانية، نفس الخبز هذه بس أصير أفرطها لتاخذ ناعمة. اللي هنا هذا إيش اسمه؟ هذا مرشوش. مرشوش. أيوة. مرشوش جنوبي. نحطه في الفخار هذا ونحط عليه المرق، يعني مرق بغيتي لحم بغيتي لبن، الحين عليه لبن ترنه. مغليته لبن حاطة عليه. ما شاء الله. أما هذا ترنه هو نفس العجينة. هذا البر والدخن ترنه، لا هذا دقيق. أيوة. شفتي؟ أجيب هذا الحين ما عندي تنور، في قدر أحطه على النار. يعني الناس اللي ما عندها قدر تقدر تسوي الخبز. أيوة. الجنوبي في. أيوة. البيت اللي ما عندها تنور. اللي ما عندها تنور. أيوة. بالقدر اللي ما عندها تنور تسوي التنور. كيف خالة آمنة نسوي؟ تسوينا كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. كذا المشاهدين الآن متحمسين يا خالة آمنة، وأنتم ما شاء الله تسوينه. ما تقول في الجنب. أيوة. يعني الناس اللي ما عندها تنور. أيوة. في البيت اللي ما عندها تنور ولا قدر الجنوب بالقدر. بعضهم يحبون الشمس يعني تحطوا، ما احنا لا والله لا ضارب بالشمس، ونحب الشمس نطلع فيها عادي. ما شاء الله. تحطونه كذا شفتي. الثانية زيها نفس الطريقة، بس هذيك البرة والدخن. نفسها تسويها كذا. لا إله إلا الله.
يا خالة ما شاء الله أنت تشتغلين، إيش رأيك تكلميني كذا؟ أنت حابة شغلك هذا، حابة تسوي المنتجات الجنوبية والأكلات الجنوبية؟ الحمد لله والله أنا حسنا أفتخر به يعني يعجبني، وصراحة يعني حتى تحسنها أكلة صحية. أكلة صحية. أيوة. الخبز الجنوبي أكلة صحية، لأن يمكن فيها خبز البر اللي احنا نشوفه العادي. ما تسمن. ما يسمن. لا الأكل هذا ما يسمن. إذا هذه نصيحة للمشاهدين من الخالة آمنة أن الخبز الجنوبي ما يسمن. طيب يعني خالة آمنة بإيش يتميز الخبز الجنوبي غير أنه ما يسمن؟ لا ما يسمن، البر ما يسمن أصلاً، البر خلقة. يعني كم يأخذ معك وقت يا خالة وأنت تسوينه في التنور، وكم يأخذ وقت لو سويناه في القدر؟ شفتي القدر كذا تحط معها عنر هادئة مدحينة خلاص استوى. طيب خالة آمنة خلينا شوي نتكلم، يعني إيش الأسرار حق أكلاتك؟ لكل طباخ ولكل طاهي له أسرار في منتجاته وأكلاته. والله من نحط فيه في ناس بيتقبلون الحلبة. أنا أحمص حلبة زي البن، أحمصها حمصة. بعدين أحط بينها كمون، فلفل أسود. أحط بينها وش اسمه هذا الروم. فلفل يكون من الجاف الكرز الناشف. عشان يطحن في الخلاطة. ما هذه أسرارك الحلبة والفلفل الجاف. أيوة هذا حق البرة والدخن. اللي حامر. هذا حق البرة والدخن. ممتاز. أما الدقيق لا. أحيانا نحط فيه حبل السوداء. أحيانا نحط فيه سمسم. أحيانا كذا عادي. ما شاء الله. طيب خالة يعني ما شاء الله الحين مشروعك يعتبر ناجح وفي إقبال عليه من الناس. الحمد لله. على الأكلات الجنوبية. تتمنين يصير لك مطعم خاص فيكي؟ والله أنا ودني أحد يدعمني ويوقف معايا. وأني طبعا أنا حاب هذا الشغل. والحين معي محل في الثمامة. ودني حتى لو تشوفون تجون تصورون وتجون. في أكلات يعني أشكال وألوان. كل الأكلات الجنوبية. أيوة. في أسوي المرسى. مرسى اللي هو الدقيق والموز والسمن والعسل. يكون العسل يعني صافي، عسل نحل صح ما شاء الله، والسمن حق البقر، وكله من اخذ من عند اخويا من مزرعه اخويا، كلها منتجات طبيعيه. أيوة ما شاء الله. والله اللحم اخذ مزرعه اخويا طرنه خرفانه. هذا طبعا اللحم هذا اللي هو ايش اسمه؟ بلدي. بلدي والله. هذه ايش اسمها الاكله هذه؟ هذا اسمه قدر حجر، احنا نقول له وحد يقول له مغش، حد يقول له قدر حجر، انما اهل الرياض يقول له فخار. الفخار طين، هذا حجر، هذا المغش اللي بالفخار. ايوه هذا حجر، هذا فخار. طيب هذا في طريقة ثانية لحوح، نفس الأكل هذه لحوح، تكون العجينة يعني ناعمة شوية وتحطيها في زي الطاوة، يا تيفال طاوة تيفال كبيرة أو أنها خزف نفس الطاوة كذا كبرها. ما شاء الله عليك خالة آمنة، وأنت تشرحين عن الأكل، تشرحين عن الأشياء اللي تسوين فيها، كأنك ما شاء الله حابة الأكل، يعني 30 سنة في هذا المجال. 30 سنة يا بنتي هواية. ما شاء الله 30 سنة وأنا في الخدمة هذه الحمد لله. ما شاء الله. طيب خالة آمنة كان لك تجربة في تقديم برامج الطبخ على التلفزيون؟ والله عندي، وقد طلعت مره في التلفزيون السعوديه. كيف كانت هذه التجربه؟ والله حلوه. ايش ضافت لك؟ في ناس جوك كثير يطلبون منك الاكلات الجنوبيه. لا في ناس طلبوا مني الحمد لله. يجي لي حتى في البيت طلبيات، لا في ملكه. يجي لي بدي بيها جاهزه، اللهم بس يذبحوها ويخلصوا الديمه ويجيبها لي. انا عندي 4 تنارة في البيت مرصبه ما شاء الله، اروح ابهرها واشيل حطب، يعني كل تنور ياخذ مني ضربتين 3 حطب، واخلي لين يجي مر خلاص واصرف اللي تذبحها فيه. ما شاء الله. لا جابها للساعة 2 الظهر، يجي لها الساعة 12 وحدة في الليل. من وحدة في الليل لثنتين الظهر تخليها تذبيحة في التنور. ايوه يجيبها لي 12، يعني عشان معها مسافة، لأن التنور يشيله ساعتين يمشي. صحيح. يشي. ياخذ لك. طيب خالة كان لك مشاركات مع الأسر المنتجة والمعارض والمهرجانات التراثية؟ لا أنا رحت مع المنتجة، حطوا لي في قصر الحكم الإمارة. يحطوا لي كل عيد 3 أيام. ما شاء الله. يوم العيد ثاني عيد ثالث العيد. كيف كانت هذه المشاركات؟ كيف تشوفين الناس يجون على الأكل الجنوبي، يحبون الطبخات الجنوبية التراثية الشعبية؟ واجد والله يجون. والله واجد. بعدين الحين المحل اللي معي في الثمامة حطت عليه لوحة للأكلات الشعبية. والله ما شاء الله تبارك الله، في ناس يقولون يعني تعرف على أكلات حلوة. يعني زينة. طب خالة آمنة ما لقيتي أحد يدعمك يعني أو أحد يساعدك في البيت؟ في البيت والله أنا كان عندي البنات بس راحوا، الله يحفظهم ويستر عليهم، تزوجوا كلهم ما شاء الله. والله الله يخليهم. والله بالحالة لا عندي شغالة ولا عندي بنت ولا عندي لا ذا ولا ذا. بنفسك تسوين كل شيء؟ والله بنفسي بنتي، قم علي بنفسي. طب تشوفين الشباب يدور الحين الجيل الجديد يا خالة آمنة يدور على الأكل الشعبي والأكلات الشعبية، يبي يرجع لها مثل سابقا؟ والله يجل لها. والله المرسى أسويها في المحل اللي أنا فيه، واليوم الثاني يجلني على نفس المحل أبغى مرسى. والله نحن ما عرفنا لها الحينة.
طب كيف تسوقين لنفسك؟ كيف الناس تعرف الخالة آمنة بشغلها وتميزها؟ والله انتشر الخبر. أنا بيك بعامين معن يوم طلعت بالتلفزيون طلع طلعتين بالتلفزيون هو اللي انتشر. اللي أنا من أول عندي هواية وعندي حاجات بس ما ألقى اللي يوقف معي وما ألقى اللي يدعمني. إن شاء الله تلقين من يدعمك يا خالة آمنة، وأكيد إحنا سيدتي هنا ندعمك بإذن الله وندعم جميع الأسر المنتجة. طب خالة آمنة كان لك هواية ثانية اللي هي المنتجات في عندي، تكلميني عنها. في عندي اللي يقول لي خوص النخل، وفي عندي الثاني اللي هو حق الزينة الحريم، هذا مخلط الشعر والحنة النقش. ما شاء الله عندي حاجات لك اشياء كثيره، مواهب كثيره خاله امنه، مواهب كثيره وحاجات كلها ادخلها الحمد لله رغم انك ما كملتي تعليمك. والله كلها ادخل فيها ما شاء الله يا بنتي واتقنها، اقسم بالله ما قدرت حاجه وما قدرت مضبوطه ما شاء الله خاله. طيب وش ودك تكونين ان شاء الله باذن الله؟ ايش ودك تسوين؟ والله عندي اسوي اقول لك اللي تقدرون عليه، اللي اقدر عليه وتقدرون تساعدون. ودك تعلمين الجيل الجديد الاكلات الجنوبيه التراثيه والاكلات الشعبيه؟ والله من ان شاء الله انا اعلمهم، وفي ناس بدون علم منهم بناتي والله يعرفون كلهم بناتي ما شاء الله. الواحده ما تتزوج تروح لبيت الزوجه اللي قديها عارف الحياه كلها هذه. خاله امنه محمد يعطيك الف عافيه خاله ام تركي، وشكرا لك واكلك الجميل هذا، ونتمنى لك التوفيق باذن الله. الله يعافيك ويبارك فيك ويوفقك ان شاء الله. الله يسلمك. الله يحفظك ان شاء الله. مشاهدينا بالتأكيد فقرات سيدتي مستمرة معكم، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، تتويج المصممات الفائزات في مسابقة وام في شهر تقدير المرأة، وسيدتي تلتقي واحدة منهن. سيدتي نت معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. المرأة بجائزة وام للموضة 2016 بعد ترشيح 15 متسابقة من بين كل المشاركات، فاز منهم 3 فتيات بالجائزة النهائية كأفضل مصممات هذا العام، وقد حصلنا على موقع لبيع منتجاتهم أونلاين بالإضافة لعرض تصاميمهم في محل تباتيك. فازت في المركز الأول سجى الشهري، والمركز الثاني هي ضيفتنا ريناد الحفني، وهي ضيفتنا اليوم من استديوهات جدة. يا أهلا وسهلا فيك ريناد. أهلا، شكرا لكم أنكم جبتوني في ذا البرنامج. في البداية ريناد ألف مبروك على هذه الجائزة ويعطيك العافية عليها. ريناد شكرا. الله يخليك، الله يبارك فيكم. ريناد حابة لو تكلمينا يعني عن ارتباطك بعالم تصميم الأزياء، هل هو في الأساس موهبة أم دراسة؟ يعني هو أي موهبة تبدأ بمحبة الشيء، يعني من وأنا صغيرة مرة كنت أحب موضوع أنه الملابس والفاشن وكيف مرة أشكالها غريبة، وغير كذا كان عندي دائما عرايس وأنا صغيرة، كنت دائما أروح لماما أنه أقول لها أنه أبغى ملابسهم تكون غير، خيطي لي ملابس ليهم غير، وماما كان عندها حب للخياطة فكانت تصمم كانت تخيط، ما شاء الله. فدائما كنت أقول لها أبغى العرايس حقوني يكون شكلهم غير، فكانت دائما تسوي لي فساتين ليهم أن يكونوا غير عن حقون الناس. وغير كذا أنه الموهبة أنه بعد حبي لذا الشيء كونت موهبة أنه أنا أبغى أجرب، أبغى أصمم، أبغى أخيط. ممتاز. فكلمت أهلي وقلت لهم أنه أنا أبغى أدرس تصميم أزياء، وإيش رأيكم في الموضوع أنه أنا أبغى أنه قديش أنا أحبه يعني. يعني الوالدة يمكن أكثر أحد دعمك في مجال تصميم الأزياء ريناد؟ يعني أنا مرة يعني كل أهلي عندهم دعم مرة عالي طبعا. بس يعني ماما أكيد طبعا هي يعني أول إنسان أدتني الدافع أنه إلا وجربي وسوي، ويعني دائما كانت تدفني أنه أنا أجرب وأسوي أنه يمكن أنه يكون عندي موهبة في ذا الموضوع. ممتاز، وما شاء الله طلع عندك موهبة بالدليل أنك أخذتي المركز الثاني في جائزة وام 2016. طيب ريناد انت ايش دراستك؟ يعني اكيد هذا فضول مني ومن المشاهدين، ايش دراستك؟ انا قاعده ادرس فاشن ديزاين تصميم ازياء في دار الحكمه، ولسه دوبي متخرجه ودوبي لسه سويت لسه اول كولكشن ليا، ودوبي لسه اول عرض اعرضه ما شاء الله. فوام
الله يوفقك بإذن الله. ريناد، يعني حابة أتكلم وتكلمينا عن التحدي في مسابقة يعني شهر تقدير المرأة، وبالتحديد إيش الكوليكشن اللي شاركتي فيه وكيف قدرتي وقررتي تشاركين في هذه المسابقة؟ المسابقة في البداية يعني مرة كان تحدي مرة قوي، لأنه ما شاء الله مرة في بنات كثير مرة مواهبهم يعني حقيقي موهوبات، وكل واحدة أبدعت بطريقة مستقلة عن الثانية، كل واحدة حطت ديزاينز غير عن الثانية وحطت شخصيتها جوا الديزاينز. فأنا يعني حبيت أنه أنا أحط شخصيتي أنا جوا الديزاينز حقتي، الاستوحاء اللي أخذته كان أنه أنا مرة أحب البدل، كيف مرة خياطتها ستريت، وكيف انه بدل الرجال كيف شكلها نظيف وكيف تدي هيبه للانسان اللي يلبسها. فانا ده كان انه فكرتي انه انا ابغى بدل زي حقه الرجال، بس انا حسويها ايش للحريم. فسويت بدل حريميه انه حطيت عليها اكسسوارز زياده كلها مستوحاه من الارت بيسكلي، انه كل الفن كل القطع تنشال تنحط وكلها معمولة بأشياء غريبة. يعني استخدمت أسلاك نحاس، استخدمت العظم اللي يستخدموه في الملابس، أسلاك استخدمت نحاس في اللين و... ريناد، أسلاك نحاس استخدمتيها وعظم يعني في الخامات، وبعد يعني اخترتي الموديلات أو البدل الرجالية عشان تكون نسائية. حب أعرف يعني كيف كانت هذه التجربة؟ يعني كانت تجربة أوكي، مرة كان صعب. يعني أنا اشتركت في وام عشان كنت أبغى أشوف كيف الناس حتشوف الديزاينز حقتي، لأن أنا شخصيتي غير عن الناس، يعني دائماً أحب الأشياء الغريبة، الأشياء اللي مو كل أحد يحبها، مو كل أحد يحب يلبسها. فعشان كده الكولكشن اللي عملته حطيت فيه كل شيء أنا أحبه وأنا إنه عاجبني، وقلت أبغى أشوف إيش الناس حتقول عليه، إنه حيعجبهم ولا إيش حيشوفوا. طب كيف كانت ردة الفعل؟ الحمد لله، الحمد لله، يعني الحمد لله ردة الفعل كانت مرة حلوة. يعني حتى من الناس اللي مرة سعادة ردة فعلهم كانت بلقيس، هي كانت موجودة في الإيفنت ومرة عجبها الكولكشن حقي، قالت لي إنه مرة نفسها إنه تلبس منه في يوم من الأيام. فمرة كان سعادة إنه كل الناس غير عن بلقيس، يعني كل الناس مرة حبوا الكولكشن حقي وقالوا عليه إنه غريب فعلا، إنه خارج إنه عن اي احد، مو انه الطبيعي بيسكلي. اهنيكي ريناد يعني على اختيارك للكولكشن هذا، وانه غريب، ويمكن عشان كذا مثل ما قلنا انك اخذتي المركز الثاني في جائزه وام. طب ريناد، كان في فرض يعني من لجنه التحكيم في المسابقه بتفاصيل معينه وتصاميم معينه والوان معينه؟ لا، ما كان في اي شيء معين. يعني انا اطلعت على القوانين انه كم قطعه ومتى لازم، طلعت على دي الأشياء، بس الألوان، الأقمشة، كل ده كانت حرية شخصية. أنا عن نفسي أنا اخترت الألوان اللي أنا أحبها. أنا طول عمري ما أحب الألوان الكثير، ما أحب البرينتس الطبعات الكثير، فأنا اخترت أنه أنا أعمله أبيض وأسود، وبس حطيت شوية أنه ذهبي في الموضوع. فكل واحد عمل أنه على حسب هو حلمه وشخصيته إيش يدي أنه تديله بيسكلي. اخترتي ملوك الألوان الأبيض والأسود، يعني ودخلتي شخصيتك بشكل كبير في التصاميم والكولكشن اللي عرضتي ريناد. تشوفين أن شخصيتك هذه هي اللي خلتك تنجحين في مجال تصميم الأزياء؟ يعني هي ممكن الشخصية تلعب دور طبعاً، بس غير كده حبي للشيء اللي أنا بسويه، لما أسوي الشيء بحب وبحقيقي بنية أنه أنا أبغاه يعني يكون مرة شيء كويس، يبان ده الشيء في الشغل. طيب ريناد، واجهتي يعني رهبة في وقوفك أمام عدد كبير ما شاء الله من الجمهور، وبالتالي يمكن أتوقع كان في بعض من الانتقادات واجهتيها؟ يعني أكيد طبعاً، أكيد طبعاً. مرة موقف كان يعني صعب، إنه لأنه أول مرة في حياتي أعيشه، فمرة كان موقف يعني شديد التوتر وصعب، وكيف الأنظار كلها كانت علي. أكيد طبعاً كان في انتقادات، كل أحد طبعاً حجي له انتقادات، بس إنه في النهاية الانتقادات دي أنا أسمعها عشان أنا أصير أحسن في حياتي، أسمعها وأنمي نفسي أحسن. ما عمرها الانتقادات دي توقف أحد في حياته. فمرة كان إحساس حلو، يعني يخوف وحلو في نفس الوقت، إنه كل الناس قاعدة تسمعني، بس إنه مرة كان موقف موتر، بس الحمد لله. ما شاء الله عليك ريناد. طيب، أول ما سمعتي اسمك من قبل لجنة التحكيم بأنك أخذتي المركز الثاني، إيش كان إحساسك وشعورك وقتها؟ انصدمت. كنت متوقعة؟ مرة انصدمت لما نادوا اسمي. لا أبدا، يعني ما توقعت أبدا، لأنه
يعني أنا هدفي كان من إنه أنا أشترك في دي المسابقة إنه بس كنت أبغى الناس تشوف الديزاينز حقتي. يعني طبعًا إنه كل أحد يبغى يفوز في حياته طبعًا، بس لما نادوا اسمي إنه أنا فزت، يعني حقيقي حقيقي جوا نفسي أنا كنت مرة مصدومة، اللي ماني عارفة أتحرك، ماني عارفة أتكلم، بس كنت مبتسمة وقاعدة أضحك، وكانت أحلى إحساس في الحياة، إحساس النجاح، إحساس إنه أنا سويت شيء أنا اللي عاملاه، شخصيتي فيه، موهبتي أنا عجبت الناس كلها، فيعني كان إحساس مرة جميل. طب تشوفين من اللي خلاك توصلين ريناد لهذه المرحلة من النجاح وأنت ما شاء الله في عمر صغير لسه ولسه تدرسين؟ يعني الفضل لمين بعد الله سبحانه وتعالى؟ بالتأكيد الفضل طبعا لأهلي، ماما وبابا أكثر ناس دائما يدفوني إنه أنا أسوي أشياء. ماما كانت دائما تدعمني في مجال الخياطة، في مجال التصميم، وبابا دائما يدعمني في مجال الدراسة، إنه دراستك أهم وشهادتك أهم، ونمي نفسك غير عن الشهادة والدراسة، ما هي نهاية حياتك، نمي نفسك، فكري أنت إيش تبي تسوي في مستقبلك، مو إنه الواحد يعني إنه يأخذ شهادة بس إنه عشان يشتغل، بس إنه فكري أنت إيش تبغى تسوي بكل ده في حياتك. فأنا فكرت إنه أنا أبغى أسوي براند إنه تكون إنترناشنال، أبغى أوصل مسج إنه رسالة لكل امرأة في سعودية أو ما هي سعودية، أبغى أوصل لهم قد إيش إنه أنا أبغى أديهم دافع في الوثوق، أبغاهم يلبسوا اللبس يجيهم دافع للوثوق. أبغى من أول، أنا كنت دائما أقول لأهلي إنه المرأة لازم إنه نقدرها، لأنه يعني هي اللي بتربي، هي اللي أساس المجتمع. يعني إذا هي ما ربت كويس، إذا هي ما نمت مجتمع كويس، المجتمع ما حيكون زي ما هو. فأنا دي كانت رسالتي اللي أنا أبغى أسويها، فقلت كيف أوصلها للناس؟ فأنا فكرت أوصلها للناس بالمظهر، لأنه المظهر صار أهم شيء في عالمنا الآن. يعني لما تشوفي أحد، أول شيء يجي في بالنا كلنا إنه لبسها ولا شكلها واثق من نفسها ولا شكلها مو مرة واثق من نفسها. فأنا كان هذا هدفي، إنه أنا أبغى إنه المرأة يكون شكلها واثق من نفسها دائما. فعشان كده قلت إنه الطريقة الوحيدة إن أنا ألبسهم بطريقة إنه يديهم دافع إنه وثوق في نفسهم عالي. يعني رسالتك هي ثقة المرأة بنفسها ودور المرأة يعني في دعم جميع الأسر، لأن نقدر نقول أن المرأة هي نصف المجتمع بل كل المجتمع. ريناد، طيب ريناد، أنت قلتي لي أنك بإذن الله من ضمن طموحك المستقبلي يعني إصدار براند خاص فيك، حابة تكلميني براند هذا إيش فكرته؟ وحابة تصدرين مثلا تصاميمك للخارج؟ طبعا ابغى اوصل تصاميمي للخارج. يعني اول شيء انا حمشي في خط واحد، الخط حقي انه انا مره كنت معجبه بالستايل اللي يكون القماش شويه اتقل، الخطوط كلها ستريت، البدل الحريمي مره كان يعني اعجاب عندي، اعجاب ليها. فانا هدفي انه انا اكمل في ذا الخط، اكمل ان انا اسوي بدل نسائيه، ممكن تدخل يعني بعد البدل النسائيه ادخل على في خط فساتين، بس كلها مستوحاه برضو من البدل النسائيه، مو انه بعيده عنها. هذا الخط اللي انا ابغى امشي به طول حياتي، ابغى انه هو اللي قلته انه يدي دافع وسوق للمراه اللي تلبسه. انا مو قصدي انه القماش هو اللي يلعب دور ولا لا، انه هو انه اللي يدفع اللي يلعب دور انه احساسهم وهم لابسينه. فانا ابغى اوصل رساله من البراند هذه بكلام ولا بمسجات باي طريقه، بادفرتايزنج، اوصل رساله انه انا الهدف حقي انه لما تلبسوا دي الملابس تحسوا نفسكم ملكات، مو بس يلبسوها يحسوا بوثوق، يحسوا انه هم ملكات كلهم، كل امراه في العالم لازم تحس انه هي ملكه، لانه هم اللي بياسسوا المجتمع، هم اللي بيربوا، هم بيدرسوا وبيربوا وبينموا مجتمعات يعني للابد. فلازم يحسوا انه هم مره شيء مهم في الدنيا. فانا هذا الدافع اللي اداني انه انا ابغى اصمم وامشي في ذا الخط، انه دائما يكون شكلهم انه بدي الطريقه اللي انا انه الفيجن حقتي اللي انا شايفاها بيسكلي. ان شاء الله، يعني ما شاء الله عليك، انت ملكه في تصميماتك ريناد، وبالتاكيد كل نساء العالم دائما ملكات، لكن واكيد رسالتك وصلتهم، يمكن احساسك اللي وصل للكثير من مشاهدينا من السيدات بالتحديد. طب ريناد، انا عندي سؤال في الاخير، الجائزه هذه يعني ايش اضافت لك في النهايه، وكيف غيرت من حياتك ومهنيتك وتصميمك في الأزياء ودراستك أيضا؟ يعني المسابقة هذه إنه أنا فزت فيها غيرت حياتي من أنا مجرد طالبة أزياء لأنه أنا صرت مصممة أزياء، ماني طالبة أنيمور.
يعني أنا تعبت ودرست وكل ده، وبعدين طلعت الدراسة حقتي في النهاية يعني كلها باينة يعني في شغلي في أشيائي. فالمسابقة مرة أنه أدتني دافع أنه بيسكلي الناس كلها شافت الديزاينز حقتي أنها حلوة وأنهم يبغوها أنهم ممكن يلبسوها. فالمسابقة زادت أنه حيعملوا لي كمان أونلاين ويب سايت حيسهل علي أنه أنا أبدأ طريقي، لأنه أنا لسه دوبي طالبة ما عندي محل لسه أبيع فيه، يعني لسه دوبي بعدها. في يوم يدوني الأوبرتونيتي أنه أنا أبيع في محل، طبعاً إن هم يدعموني في أونلاين ويب سايت ويدعموني في محل يسهلوا علي إنه أنا أطلع للدنيا، إنه الناس تعرفني. يعني لسه ندوبي بعد أفا لسه ما في أحد يعرفني كتير. فلمن هم يعملوا كده وكمان أبيع في بوتيك، الناس كلها تعرف ذا البوتيك ما هو جديد، فإنه أنا عندي فرصة إن أنا أبيع معهم، يعني مرة الحمد لله حقيقي كأنه حلم تحقق إنه الناس كلها حتعرفني. ريناد ما شاء الله عليك، بإذن الله كل الناس تعرفك وكل العالم يعرفك. ريناد الحفني صاحبة المركز الثاني في مسابقة وام الخاصة بالنساء. شكرا لك. مشاهدينا بالتأكيد فقرات سيدتي مستمرة معكم، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، مصممة العبايات ابتسام عبد الكريم الجين تعرض لسيدتي مجموعة تصاميمها 2016. أول مرة ببرنامج طبخ مرتي، بس تشوفني رح تتفاجئ في تكنيك يا جماعة. بس يعني بنعمل لها ايه؟ يا نهار أبيض. شو بكم عاد؟ يلا ميرسي مان. انتظروني منال العالم في مطبخ سيدتي. باي. جربوها. يلا انهي انهي منال. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. ابتسام عبد الكريم الجين من المدينة المنورة، دراستها كانت بين الرياض وجدة، وتخرجت من قسم الخدمة الاجتماعية من جامعة الملك سعود. فهي منذ الصغر كانت تهتم بالموضة، وكانت تنفذ تصاميمها في محيط الأسرة وتعمل في تصميم العبايات. ومن فترة 9 سنوات وذلك بعرض تصاميمها في السوق، خلينا نتعرف على ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة ابتسام عبد الكريم الجين. يا أهلا وسهلا فيك أستاذة ابتسام. يعني يا أستاذة ابتسام، في البداية أنت خريجة خدمة اجتماعية يعني، ودخلتي مجال تصميم الأزياء، حابة تكلميني كيف كان الموضوع وكيف صار وكيف ابتدأ؟ البداية بدأت من الصغر. من الصغر والدتي الله يطول في عمرها من النوع اللي كانت عندها فن بعملية الخياطة والتنفيذ، فأخذت منها هذه الموهبة. فكانت عندي رغبة كبيرة في عملية التصميم والخياطة وتنفيذ الأشياء. دراستي كانت دراسة الخدمة الاجتماعية، لأني في الوقت نفسه أنا بحب عملية التواصل الاجتماعي وخدمة المجتمع. فبدأت بدراستي وكملت عملية دراستي، بس كانت تصاميمي دائما مستمرة في محيط الأهل، في محيط أولادي، في محيط أصدقائي. بعد كده اتطورت العملية بتشجيع من زوجي وأولادي أنه أطلع بالتصاميم هذه، يعني أبدأ بسوق العمل نفسه، بسوق العمل نفسه أبدأ أتصرف فيها، يعني أبدأ أشتغل في هذا المجال. ممتاز. طيب يعني كيف لقيت الإقبال على تصميماتك والأزياء اللي سويتيها؟ يعني ما شاء الله أهلك دعموك وزوجك وأولادك دعموك في البداية، كيف لما طلعتي لسوق العمل بالتحديد شفتي منافسة؟ كيف لقيتي ردة الفعل؟ الحمد لله، يعني تصاميمي لقت إقبال كثير من اللي حولي. أكيد في منافسة، السوق كبير وبيحتوي مجاله جدا واسع من ناحية تصاميم العبايات أو الجلابيات أو الفساتين. ما شاء الله تبارك الله عندنا رغبة من البنات السعوديات طالعين بتصاميم جدا رائعة. صحيح. وواعدة بإذن الله. لكن لكل مصمم بصمته اللي بتميزه عن الآخرين، فالسوق يعني بيستوعب وبيتحمل. له الحمد تصاميمي تتميز بالبساطة، الأناقة. بميل أكثر شيء للموديلات العملية، الحاجة بتكون عملية وبتخدم أكثر. بركز طبعا على الخامة، على القصة، على الفئة اللي ممكن تستخدمها. فأنت لما يعني بتحطي في دماغك أنك تصمم لفئة
من 15 ل 20 سنه بتختلف من فبحاول لكل سن اعطيها الجو اللي هو يناسبها. طب ايش الخامات اللي تعتمدينها مثلا في بالنسبه للعبايات العمليه مثلا او العبايات النهاريه، ايش تعتمد على الالوان والخامات؟ بالنسبه لناحيه الالوان، الان طالعه كثير عمليه دخول الالوان في العبايه، العبايه ما اصبحت ساده على طول يعني. كثير بالذات المجموعة الشباب بيفضلوا بتكون داخلة فيها ألوان، بعض منهم بتكون العباية كلها لون واحد أو أنه بتكون داخل فيها ألوان. الخامات طبعا بتعتمد على حسب الفصل اللي أنت فيه، فأنت لما بتكوني في مرحلة الشتاء بتاخدي الخامات اللي بتكون لك على شتوية على ثقيلة على ثقيلة شوي اللي بتخدم. بالصيف بنحاول الخامات اللي هي بتكون فيها القطن الناعمة بتتحمل. من الخامات اللي السنة دي نازلة كتير اللينن، عملية الإقبال كتير سواء بالشتاء أو بالصيف، لأنه اللينن إذا أخذتي الخفيف بينفع لعملية الصيف. طبيعي الحرير ما تقدر تستغني عنه، لأنه في السهرات في الطلعات الرسمية دائما بيكون مميز. فالخامة بتعتمد على حسب أنت بتوجه منتجك لأي فئة بتقصديها ولأي وقت. فالخامات يعني للعبايات لما بتكون لك عمليه مفروض تكون العبايه خامتها تتحمل الغسيل، تتحمل التنظيف، تتحمل الحركه الكثيره، موديلها يكون بسيط يساعد في الحركه، بعدين كمان العنايه بها بتكون سهله وميسره. لانه ما بيحتاج على طول عمليه كوي، لانه المراه عمليه متحركه كثير، بتحتاج بتروح هنا، فتبغى تكون منظرها دائما يكون مرتب وانيق وبيخدم الهدف. طيب استاذه ابتسام، يعني انت تضيفين الاكسسوارات في تصميماتك وتحبين بنفس الوقت التصميمات البسيطه، حابه تكلميني كيف تصميمات بسيطه تشوفينها، تصميماتك بالتحديد بالمقارنه مع تصميمات مصممات الازياء الاخريات؟ يعني شوفي، أنا أقصد بعملية بسيطة إنه ما تكون معقدة كثير بعملية القصات. أحياناً الخامة لوحدها نفسها بتكون ما يحتاج نفس الخامة، ما بتفرض عليك إنك بتكون قصتها بسيطة. نفس القماش الخامة لما بتكون بيدك هي بتفرض عليك شلون تصميمها، بسويها بأي طريقة. القصات الكثيرة، الزمزمات، العجقات، يعني مثلاً لما أعمل العباية واسعة جداً ما حتخدم أي واحدة تلبسها في عملية ناحية العملية. الناحية العملية لازم إحنا نكون القصة الكلاسيك اللي هي العادي بتكون لك، يعني بتكفي لها بأكمامها. الأكمام الواسعة الكثير ما حتساعدها في عملها، ما شاء الله معظم البنات في عملية الكمبيوتر بيضايقوها. أنا بنتي بتشتغل فبتقول لي أمي الكم لما بيكون واسع بيضايقنا في عملية الشغل. فبهذه الناحية يعني بأشوف إيش هي آراء المجتمع، إيش هي احتياجاتهم، وبحاول أطبقها مع عباياتي. عشان كده بقول لك أنا عباياتي بتكون سيمبل، بسيطة وعملية. ممتاز. تخدم الهدف اللي بتقدم له. يعني تحبين عباياتك طبعا تراعي المجتمع وتراعي يمكن توجهات المجتمع، وكل عمل سيدة سواء مناسبة أو عمل أو سهرة. بالضبط. طيب لو تكلمنا أن حضرتك أستاذة ابتسام تحرصين على بقاء الهوية يعني الأصلية للعباية، وبنفس الوقت تحبينها تكون مواكبة للموضة نوعا ما ومعاصرة يعني للعام الجديد، كيف يعني دمجتي هذا الشيئين مع بعض؟ اولا يعني العبايه المفروض انها تكون ساتره، وهذه هي الهويه الاساسيه للعبايه، انها فعلا بتكون ساتره. فاحاول انه العبايه بتكون ساتره مغطيه للجسم كامل، مغطيه لتفاصيل الجسم. فهنا بالشكل ده انا ما ضيعت هويه العبايه والهدف منها. عمليه الالوان اللي بتدخليها طبعا بتدخل الالوان بطريقه انها لا بتكون لك الالوان القويه جدا اللي بتكون لك ملفت النظر، لانه هي الهدف منها السترة، وهي هوية مجتمع، فما تبغي تلغيها. أكيد طبعا. بالضبط. بس في الوقت نفسه أنت تبغي أنك تواكب المجتمع اللي صاير فيه. مجتمعنا الآن يبغوا يدخلوا عملية الألوان، يبغوا العباية، بعضهم بيحبوا العباية كلها بتكون لك باللون الرصاصي، باللون الكحلي، بدأوا يخرجوا شوي من اللون الأسود بالتحديد، خاصة نحن بالصيف الحين يمكن اللون الأسود يجذب كثير ويمتصر كثير. بالزبط. من الحرارة يعني. فيمكن توجهون للألوان الفاتحة. أيوة. بالإضافة حتى الأجانب، يعني لما أنا في عندي كثير من زبائن من الأجانب حبوا عملية العباية إنها بتكون لك بلون تاني، واستخدموها وقالوا يعني فعلا بتساعد عملية أكتر. لأنه العباية أنت بتكوني إيش ما تكوني لابسة، حطيت العباية عليك سترتك، خرجتي أي مشوار خلاص صارت ساترة لك ولابسة. في الوقت نفسه ما حسوها أنه ضايق، أنه دائما بتكون أسود، الأسود بيكون صعب شوي.
ومع ذلك الأسود برضو بنقول هو ملك الألوان. أكيد طبعا. وما حنقدر يعني إحنا ما بنتخلى عنه، لكن إحنا بنعطي كل جيل بتماشى إيش احتياجاته وقته. طب أستاذة ابتسام، يعني أنت تتقبلين رأي الزبونة كمصممة أزياء لما تجيك وتقول لك لا يعني وتوافقين أنه ممكن تغير نوعا ما من بصمتك؟ ممكن أوافقها بحدود، بس في الوقت نفسه أعطيها إيش النصيحة اللي هي تناسب، يعني لكل جسم مو كل عباية تناسب كل واحدة، كل قصة بتناسب حسب الجسم حسب الطول حسب الاحتياج. فممكن أنا أعطيها بالنصيحة، ممكن أرشدها، وممكن أسمع منها بس بدون ما أضيع هويتي أو بصمتي. أكيد طبعا. هذا هو دور مصمم الأزياء نفسه في إقناع العميل يمكن بالزبط. أو الزبونة. طيب أستاذة ابتسام، لك مشاركات في المعارض الداخلية والخارجية في المملكة أو خارج المملكة؟ خارج المملكة ما شاركت في الحقيقة، بس داخل المملكة بشترك في البازارات اللي بتحصل هنا في الرياض، غالبا في منطقة الرياض. يعني لسه بتصعب عملية الانتقال من بلد لبلد، مستقبلا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. طب كيف تشوفين دور المشاركات في المعارض وفي البازارات هذه في دعم مصممة الأزياء السعودية؟ في الحقيقة الإقبال جدا كويس. في فئات كثيرة بتجي وبيجوك بيطلبوك، بعد كده بالطلب بتعرفوا عليك وبيصيروا بتصير بعملية التواصل. يعني يمكن المعارض هي بتساعد بتكون نقطة للانتشار أو للمعرفة، تسويق يمكن. للتسويق بالضبط، لأنه كيف بده يعرفوا الشغلك كيف بضاعته. في البعض منهم بيستخدموا عملية الاستقرام والفيسبوك، بس هذه ما بتعطيك فرصة أنك تطلعي على نوع الخامة، دقة الصنع. السوشيال ميديا يمكن ما يعطي صورة صحيحة لتصميم الأزياء بالضبط. لكن هنا في المعارض هذه بتعطيك صورة طبيعية، أنت بتشوف العباية بتجربيها، بتشوف الخامات، بتشوف دقة الصنع فيها. طيب أستاذ ابتسام، يعني في النهاية أنا حابة أعرف، وأكيد كثير المشاهدين حابين يعرفون، إيش بإذن الله طموحاتك المستقبلية والكوليكشن بإذن الله الصيفي؟ الكوليكشن الصيفي معظمه بشتغل لينين الصيفي دحين، مشتغلة طبعا العبايات على طبقات، عبايات فيها الألوان، عبايات كلها بتكون ملونة، هذه بتهدف كمان بالذات لعملية استخدامها للسفر في المتحجبات، فبتكون مودرن وفي الوقت نفسه ساترة بتخدم هدفها. وبحضر لعبايات سهرة، بركز دحين مجموعة كبيرة لعبايات السهرة بحضرها لبازارات رمضان باعتبار انه جاي رمضان وبعدها العيد، فالوقت ده بيحتاجوا للعبايات حقت السهرات والخروج. صحيح. أستاذة ابتسام عبد الكريم الجين من المدينة المنورة، شكرا لك ونتمنى لك التوفيق بإذن الله في تصميماتك إن شاء الله. الله يسلمك، شكرا لاستضافتكم وتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. حياك. مشاهدينا بالتأكيد فقرات سيدتي مستمرة معكم، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. أول مرة ببرنامج طبخ مرتي، بس تشوفني رح تتفاجئ في تكنيك يا جماعة. يعني بنعمل لها هيك؟ يا نهار أبيض. شو بدكم عاد؟ يلا ميرسي ماما. انتظروني منال العالم في مطبخ سيدتي. باي. جربوها. يلا انهي انهي منال. الواحد يتعلم البزنس اتيكيت، مسؤولية حقيقة مشتركة. كل شركة عندها قوانين، كل شركة عندها أسلوب تعامل، وهذا اللي بيسمى علمياً اتيكيت الأعمال أو البزنس اتيكيت. البزنس اتيكيت هو أسلوب تواصل والأخلاقيات التعامل مع الأفراد في محيط العمل. سمعة الأفراد أو المستشارين أو الموظفين في أي شركة معينة تسبقهم عادةً. الانطباع الأول أهم خطوة لتحقيق اجتماع تجاري مثمر. من ناحية مظهري أنا رايحة على عمل غير لأنا رايحة على حفلة. داخلياً في تحضيرات كثير لازم تسير. التجارة أولاً وأخيراً مجتمع أعمال تحكم قوانين. آداب وسلوكيات الأعمال ما هو شيء نكون مولودين فيه. موضوعنا اليوم عن البزنس اتيكيت في سيدتي إن بزنس مع ولاء نحاس. مع ولاء نحاس. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد في اخر فقراتنا لليوم.
الكثير من السيدات بإمكانهن الحصول على نتائج أكثر من جيدة إذا تعرفنا على الطريقة التي يجب أن يتعاملنا بها مع البشرة. بخصوص أنواع البشرة تتفاوت ما بين عادية وجافة وحساسة وأيضا دهنية، راح نستعرضها في هذا اللقاء مع استديوهات جدة مع الدكتورة نهال عفان أخصائية أمراض الجلدية والتجميل. يا هلا وسهلا فيك دكتورة نهال. يا هلا وسهلا. يا هلا أهلا دكتورة نهال. في البداية إيش هي تصنيفاتكم كأطباء لأنواع البشرة وإيش هي أكثرها انتشارا بين سيدات المجتمع السعودي؟ البشرة طبعا بنقسمها على حسب إفراز الدهون فيها. فعندك البشرة الجافة والبشرة المختلطة والبشرة الدهنية، وغالبا في مجتمعنا البشرة الدهنية هي البشرة السائدة. هي البشرة الدهنية. طيب كيف نقدر نحدد أنواع بشرتنا دكتورة نهال؟ يمكن الكثير منا ما يعرف يحدد إذا كانت بشرته مختلطة دهنية. نعم. حساسة. البشرة الدهنية دائما بتلاحظ صاحبة البشرة الدهنية إنها لما بتلمس وشها بتحس فيه دهون، وخاصة في التي زون اللي هي منطقة الأنف وحول العينين، بتحس إنه في كمية من الدهون على البشرة. غير كده بيكثر فيها المسام الواسعة والرؤوس السوداء، هذه بالنسبة للبشرة الدهنية. البشرة الجافة غالبا ما تكون فيها زي التقشفات. المريض بيحس إنه مثلا إنه البشرة بتمتص الكريم بشكل سريع. غير كده انه بيكون فيها نوع من البهتان. بالنسبه للبشره المختلطه بيكون في جزء منها في دهني، وغالبا بيكون في منطقه الانف وحول العين. وباقي البشره بتكون عاديه، يعني لا هي مختلطه ولا هي دهنيه ولا جافه. وهذه تقريبا افضل انواع البشره. طيب دكتوره نهال، يعني هل صحيح ان لكل نوع بشره طريقه معينه في التعامل من خلال التغذيه بالتحديد في العلاج؟ صحيح. بالنسبة يعني زي اللي نتكلم عن البشرة الدهنية، يفضل دائما المريض أن يبتعد عن الأكلات اللي فيها دهون زي الشوكولا، الأكلات الدسمة مثل الرز واللحم والأشياء هذه، ودائما بننصحه بشرب كميات كبيرة من الماء. هذه بالنسبة للبشرة الدهنية. بالنسبة للبشرة الجافة دائما بننصح المريض أنه بيكثر من الفواكه، الخضروات، الأشياء المشبعة بالسوائل. يمكن الموية لها دور كبير دكتورة نهال؟ طبعا طبعا يجب على المريض شرب اقل شيء 8 اكواب ماء يوميا، سواء اي نوع من انواع البشره. المويه شيء اساسي. غير كده الوقايه من الشمس كمان هذا شيء اساسي، وخصوصا للبشره الدهنيه بتتاثر بشكل اكبر من اشعه الشمس. وانت عارفه كيف اشعه الشمس عندنا يعني خلال فتره الصيف بتكون جدا شديده. فطبعا البشره الدهنيه هي اكثر بشره متعرضه للتحسس والمسام الواسعه والرؤوس السوداء، واحيانا كمان بتتعرض لحب شباب. فدائما بننصح من الوقايه خير من العلاج، يعني لازم تستخدمي الغسول المناسب لبشرتك، الكريم اللي يناسب بشرتك، الواقي الشمسي اللي يناسب بشرتك. فتقريبا هذه النصائح اللي بننصح بها جميع المرضى. طب ليش بالتحديد دكتوره نهال اصحاب البشره الدهنيه اللي يعانون ويواجهون كثير من المتاعب في التعامل مع بشرتهم؟ طيب خلينا نفهم ايش اول شيء البشره الدهنيه. البشره الدهنيه من مميزاتها انه الخلايا الدهنيه اللي فيها بتفرز كميه كبيره من الدهن. الدهن هذا بيفضل على سطح البشره، بيحصل له اكسده ممكن من الغبار، من الشمس، التعرض لاشياء مثلا زي الهواء الحار، الفرن، ناس كثير لما بيطبخوا. فايش بيصير؟ بيصير عندها المسام بتتوسع، بيصير عندها تاكسد في مسام البشره، فيصير عندها رؤوس سوداء، واحيانا بيكون معاها بعض من البكتيريا فتسبب حب الشباب. فهذه مشكله البشره الدهنيه، اذا ما حافظت عليها حتلاقي بعد فتره انه البشره بدات تدهور، وبدات تيجي المريضه تقول لي عندي مسام واسعه في رؤوس سوداء. فدائما احنا ننصحهم بالوقايه. الوقايه جدا مهمه بالنسبه للبشره الدهنيه. طب ايش هي طرق الوقايه دكتوره نهال بالنسبه للعلاج؟ يعني قبل ما نتكلم في العلاج خلينا نتكلم عن الوقايه والحمايه بالتحديد لاصحاب البشره الدهنيه اللي هي منتشره في المجتمع السعودي.
طيب زي ما أنا وضحت في الأول إنه الوقاية خير من العلاج، يعني لازم تتبع النظام الغذائي بحيث إنها تبتعد عن المأكولات الغنية بالدهون. هذه أول نقطة. ثاني نقطة بنركز على شرب الماء. ثالث نقطة لازم أقل شيء تغسل وجهها 3 مرات في اليوم بغسول خاص بالبشرة الدهنية. إيش ميزة الغسول هذا الخاص بالبشرة الدهنية؟ إنه يكون غني بالأحماض، فالأحماض تكسر الدهون فتقلل لنا نسبة اللمعان اللي في البشرة. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، الكثير من الناس يحسبوا إنه خلاص أنا بشرتي دهنية مش لازم أستخدم كريمات. لا، خطأ. لازم البشرة الدهنية تترطب بس بكريم خاص ليها بمركب يناسبها. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، التونيك مرة مهم، اللي هو بيعمل قابض، اللي يسموه أكثر الناس قابض المسام. ولازم قبل النوم لازم تعتني ببشرتها. كيف؟ لازم تمسح المكياج، ولازم تمسح بتونيك يقبض المسام، ولازم تستخدم المواد اللي تناسب بشرتها. لأنه كثير من الناس بيستخدموا كريمات مرطبة وفيها كمية كبيرة من الترطيب وبشرتها دهنية، فبتضاعف المشكلة، ما بتعالج المشكلة. صحيح. فاستشارة الطبيب جدا مهمة في هذا الشيء. طب دكتورة، يعني إيش أكثر تحدي ممكن يواجهنا بالنسبة لحنا أجواءنا يمكن ساخنة نوعا ما ومع ارتفاع درجات الحرارة اللي تنعكس على طبيعة يعني بشرتنا وجلودنا نفسها؟ يعني إيش الحل؟ شوفي، أنا دائما بنصح مرضايا وخصوصا اللي يعني عايشين في مدينة جدة، أنت شايفة، أو الرياض عموما، الشمس عندنا جدا قوية، فدائما بنصحهم أول شيء وقاية من الشمس جدا مهمة. لأنه إذا أنت ما حطيتي واقي من الشمس بعد فترة حتلاقي عندك تكلف وتصبغات ومسام واسعة. فدائما بنصحهم إنهم يستخدموا كريم واقي من الشمس. بس في معلومة بسيطة أحب أضيفها، إنه البشرة الدهنية لازم تستخدم كريم سائل اللي هو الملك نسميه أو الفلويد، ما تستخدم كريم يعني سميك. بالنسبة للبشرة الدهنية يفضل إنه كريم واقي الشمس يكون كريمي مرطب. هذا الشيء مرة مهم، لأنه إذا ما استخدمت الكريم الواقي الشمس المناسب مع نوع بشرتها حتعمل زي ما قلت لك مشكلة مضاعفة مع أشعة الشمس. هذه أول نقطة. ثاني نقطة المهمة جدا، شرب الماء. لازم تشرب مويه بكميات أقل شيء 8 أكواب ماء في اليوم. ثالث شيء، الميك اب. كثير من السيدات بيحطوا المكياج، بيصحوا من النوم بيحطوا المكياج على طول. لازم تحط وقايه قبل المكياج، ولازم قبل ما تنام تمسح المكياج. لازم البشره ترتاح. كثير من المشاكل بتجينا من المسام. بالضبط. كثير من الناس اللي بتجينا تقول لي انا احط المكياج وانام فيه. لا، غلط. لازم البشره ترتاح، لازم البشره تتنظف، لازم المسام تكون يعني نظيفه، ما يكون فيها، عشان ما تدي مجال لاكسده او حب شباب او بكتيريا. طب دكتورة، هو ما جت على المكياج بس اللي البعض ينام فيه، في ناس بعد تنام بالعدسات أيضا. دكتورة نهال، يعني حابة أعرف إيش اللي ممكن الخدمات أو طرق العلاج اللي تقدم يعني لتحسين أو إعادة تأهيل أضرار البشرة سواء في الليزر أو العلاجات الأخرى؟ طيب، احنا غالبا لما بتجينا طبعا اي مريضه بتشتكي من مشاكل في البشره، اول شيء بنصنف نوع البشره، بعد كده على حسب نوع البشره بنقدم لها العلاج المناسب. يعني مثلا عندك البشره الدهنيه غالبا ما نديها كريمات تحتوي على احماض زي جلوكوليك اسيد، الساليسيليك اسيد، هذه بتساعد على تقليل من كمية الدهون في البشرة. وغالبا ما نستخدم الفراكشن الليزر لتكفيل المسام، أو أحيانا بنسوي لها زي تقشير كريستالي. هذه بالنسبة للبشرة الدهنية. البشرة الجافة بنستخدم نفس المواد بس بتركيبات مختلفة. هذه الفكرة في علاج البشرة. فدائما المريض، يعني بنصح كل مريض، لا تروحي الصيدلية وتدخلي وتلومي كريمات وتمشي، انت ممكن كده بتضري بشرتك. لازم استشارة الطبيب، لانه كثير والله بيجوني العيادة بيشتروا كريمات ب 7000 ب 8000 بس في النهاية ما هي مناسبة لنوع البشرة. طبعا من الفراكشنال ليزر عندنا في العيادات بيدي نتيجة جيدة لتقفيل المسام، علاج الرؤوس السوداء، بتخفف من لمعان البشرة طبعا، بس لازم المريض يلتزم بالتعليمات، لأنه برضو بنواجه مشاكل إنه المريض بعد العلاج عندنا ما بيلتزم بالعلاجات اللي بندي له هي، وبرضو بيجينا في النهاية بمشاكل مضاعفة. فالالتزام بنصائح الطبيب جدا مهمة. جدا. صحيح. جدا مهمة. استشارة الطبيب هي الأساس وهي أهم شيء. دكتورة نهال عفان، أخصائية أمراض الجلدية والتجميل، شكرا لك.
مشاهدينا بالتأكيد كذا نكون وصلنا لآخر فقراتنا اليوم والختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله في نفس الموعد. تتمسون بألف خير.